ورث أرضي بدمائه قد رحل الآن وفر كدليل تائه. 24 عاما على إنجاز التحرير، مشاهد لم تمح من الذاكرة اللبنانية والعربية التي أرخت للنصر الأول لفصيل مقاوم على كيان الاحتلال بعد عقود من الهزائم والخيبات. تحفظ المشاهد من القنطرة والطيبة وعيت الشعب ورميش والخيام وغيرها في الذاكرة الجنوبية التي رسم فيها المقاومون بدمهم قمرا على ليل الجنوب، أضاء بنوره ظلمة أسر للأرض جثمت على صدر الجنوبيين أكثر من 18 عاما. الخامس والعشرون من أيار عام 2000 يوم فكك فيه المقاومون لغز القيود الإسرائيلية وأجبروا الجنود الإسرائيليين وعملائهم على جر ذيول الخيبة. نحن متوقعين ننكحت بس بشرف. في مقابل بيوت الجنوبيين التي احتفت بالعائدين إليها وضجت شوارع قراهم بصخب الاستقبالات، يوم بات فيه الجليل الفلسطيني على مرمى وردة وعيون الجنوبيين شاخصة نحو استكمال تحرير الأرض في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. أن تتحدث عن ذكرى تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي يعني أن تعيد ثقة الشعوب العربية بالتحرير الذي شكل اندفاعة كبيرة لانطلاق الانتفاضة الثانية التي انتهت بتحرير قطاع غزة بالكامل، وأن تسجل أول انتصار من دون مفاوضات وبلا قيد أو شرط لفصيل مقاوم على الكيان الذي كان يتبجح بقوة جيشه ويتغطرس على شعوب المنطقة، وأن تنقل كذلك رعب العدو المتمثل بإعلامه الذي وصف مشاهد الانسحاب من جنوب لبنان بيوم المهانة. ذكرى قطع اليد الإسرائيلية عن جنوب لبنان التي فجرت مرحلة جديدة من المعركة ضد الاحتلال تظللها اليوم معركة طوفان بعنوان الأقصى، تؤازرها جبهات مساندة على رأسها جبهة الإسناد اللبنانية حيث تحرق زخات صواريخها خيارات الاحتلال وتمنع الحياة عن مستوطنيه وتعطل قببه السياسية والعسكرية. وفي يوم تحريره يعانق الجنوب بالنار ربيبته غزة حافظا التحرير بأجفان السلاح ومطلقا صرخته في وجه الاحتلال ليبقى الاشتباك حيا والسلاح متأهبا.